لليوم الثاني على التوالي قصف جديد، مجزرة جديدة بيقوم بيها الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين العزل اللي موجودين في مخيم جباليا. امبارح القصف اللي تم والأحداث الصعبة والمشاهد الصعبة جدا اللي شفناها، طلع وقال أصل في قيادي في حماس عندنا معلومة إنه مستخبي في جباليا، فعشان كده احنا قررنا أننا نقصف مخيم كامل فيه أكتر من 112 ألف مواطن. فبما أننا مش متأكدين إذا كان مات ولا ما ماتش في الأنقاض مع الناس اللي تحت الأنقاض ولا لا، فقررنا أننا نقوم بنفس العمل للمرة الثانية لليوم الثاني على التوالي. لو كان الاحتلال الصهيوني عارف أن أي فعل بيقوم به تجاه قطاع غزة هيكون ليه ردة فعل، ما كانش قرر نفس العملية. امبارح عمالين نعرض لكم الصور والمشاهد وصور الأطفال وفيديوهاتهم والمستشفيات اللي قربت تقريبا خرجت بره الخدمة. لو كان لقى أي ردة فعل غير نشجب وندين وبأصعب العبارات وبأشد العبارات ما كانش قررها للمرة الثانية. النهاردة المجزرة الجديدة اللي قام بها الاحتلال هي مش لسكان قطاع غزة ولا لمخيم جباليا بس، الضربة النهاردة لكل العرب اللي سكتوا على مجزرة امبارح، فالنظام بيعيد لهم المشهد مرة تانية النهاردة. النهاردة يمكن التحرك الوحيد اللي تم من اليمن اللي خرج امبارح المتحدث العسكري باسم الحوثيين اللي قال هندخل الحرب ضد إسرائيل لصالح فلسطين، هم بس اللي خرجوا النهاردة وعملوا مظاهرة أشبه بالمليونية. مئات الألاف من الشباب الرافض الغاضب لكل اللي بيتم داخل قطاع غزة خرجوا وعبروا عن غضبهم. أتمنى أن الغضب اللي زي ما شفناه من الشعوب العربية وتحديدا الشعب اليمني تبقى عدوى، بس العدوى المرة دي تصيب الحكام اللي شايفين كل يوم أطفال بتموت ومحدش بيتحرك. والله قلتها امبارح، نقدر ناخد بدل الإجراء 10 وكلها إجراءات سلمية، ومحدش هيقولك بتجرونا الحرب ومصر مش قد حرب، والله كلها إجراءات سلمية. افتح المعبر غصب عنهم، دخل مساعدات، دخل غاز، دخل وقود، دخل معدات طبية، انقذ آلاف من الضحايا اللي بيموتوا بسبب نقص الرعاية الطبية، ويبقى اسمك عملت حاجة لصالح القضية.